السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عملاء أنا الكرام، كما عودناكم تسجيل فيديو على أرض الواقع. اليوم عندنا هذا الحساس، حساس تسرب الغاز الأول في اليمن بهذا الجودة ودقة ومضمونة، يستشعر لك أي غاز، أي تسرب غاز في المطبخ في البيت كذا. كم من قصص سمعنا، كم من حياة زهقت بسبب الجهل هذا. طبعا احنا الآن ركبنا، ايش بيعمل الجهاز هذا؟ بيعمل استشعار وتكيف حول الغرفة أو المطبخ، يحس يعني يتكيف على الأكسجين العادي عشان يميز الغاز، تمام؟ طبعا استهلاك كل جدا أقل من لمبة 10 وات، تخيلوا 10 وات لسلامتك، لسلامة أسرتك، حاجة ممتازة، عملي مضمون. طبعا هو متوفر في محلات أبو إلياس هنا، متجر أبو إلياس. احنا الآن منتظرين حتى تولع اللمبة الزرقاء. طبعا هذا العلب حقه، شوفوا هذا العلبة، حساسات حلوة، أسرتك غالية، زوجتك غالية، أطفالك أنت، يعني أحيانا ما بنعرفش احنا، واحنا عارفين اذا يعني بنستشعر اي غاز، واحيانا ما يعني بنقوم نولع الكهرباء وحصل له يعني انفجار لا سمح الله، او حريق او كذا بسبب الغاز. الان احنا منتظرين عشان تولع اللمبه الزرقاء، هو طبعا يجلس دقيقه فقط عشان يستشعر، والان بيولع. انا ولع جهزها يا نشوان عشان يشوفوا. احنا الان بنجرب على ارض الواقع، كل شيء على ارض الواقع مضمونه. طبعا هذا تعلقه في الجتر على المسمار وحساس جدا. الان ولع اخضر، شوفوا الآن افتح الولاعة، شوف الآن أي استشعار حتى عن بعد حطه في أي مكان، شفتوا كيف؟ تخيل يا جماعة الخير، بيجرس بهذا الجرس، تمام؟ طبعا ما يوقف إلا لما يروح الغاز، وعيروح الغاز الآن، وعنجرب مرة ثانية نفس الحركة، يعني يستشعر لك. ولو سمحت خرج الغاز منه، خرج الغاز، أيوه انفخوا. وقف لانه خرج الغاز من الان، واقف تمام، ما فيش في اي صوت. جرب مره ثانيه، يا سلام يا سلام يا سلام. وانا اتشرف بزيارتكم المتجر في المركز الليبي محلات ابو الياس، تحياتي.